الرئيس السيسي يثمن دور لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية في مواجهة التحديات وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية. مصر تتسلم رئاسة الدورة التاسعة من مؤتمر الأطراف الموقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. والصحة البريطانية ترفع درجة التحذير بسبب الزيادة السريعة لعدد الإصابات بأوميكرون. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. مرحباً بكم، وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي آية لطفي. لك آية. شكراً دعاء، وأهلاً بكم مشاهدينا الكرام. البداية حيث ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي دور لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس لرؤساء اللجنة في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 17 للجنة. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا، وذلك في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 17 للجنة والذي يعقد حالياً بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جهاز المخابرات النيجيري، السادة رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية، السيدة الأمينة التنفيذية لسيسا، السادة مسؤولي الاتحاد الإفريقي، السادة ممثلي رؤساء الأجهزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم في بلدكم الثاني مصر، والتي تسعد بتواجدكم فيها وبصفتكم رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية المسؤولين عن الحفاظ على أمن واستقرار دول قارتنا الإفريقية الحبيبة. فإنني أؤكد أنه من دواعي سروري البالغ أن أتواجد اليوم معكم في مؤتمركم 17 بالقاهرة كأول رئيس لجمهورية مصر العربية يقوم بالمشاركة في أعمال لجنتكم الموقرة. السيدات والسادة، لا يوجد أمامنا سبيل سوى الاستمرار في بذل أقصى الجهد للحفاظ على أمن ووحدة قارتنا لتحقيق أحلام وتطلعات شعوب إفريقيا العظيمة في أن تنعم بالاستقرار والازدهار المنشود لكل مواطنيها. وتأتي اجتماعاتكم اليوم في ظل تحديات تشهدها قارتنا وكافة مناطق العالم، وفي مقدمتها المخاطر المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود متعدد الأوجه والأذرع، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تربك خطى دولنا الإفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف. ولمواجهة ذلك تتبلور أهمية دور لجنة سيسا بالتنسيق مع كافة الآليات الأخرى ذات الصلة والتي تفرض عليها تلك المتغيرات أن تتكاتف وتكمل مسيرتها لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم، إسهاما في تكثيف منابعه ومحاصرة أنشطته وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة. السيدات والسادة، الحضور تواجه قارتنا خلال تلك المرحلة أزمة فيروس كورونا العميقة التي حملت أعباء لم تكن متصورة وأصبحت تمثل تهديدا غير تقليدي للأمن والاستقرار في كل دولنا. ومن هذا المنظور هناك دور هام لكل أجهزتنا الأمنية للتعاون والإسهام بدور فعال لمواجهة هذا التحدي. ولعل تنظيم مؤتمر القاهرة 17 للجنة سيسا تحت شعار تكامل جهود أعضاء سيسا لمواجهة تداعيات استمرار فيروس كورونا
يعد أبرز دليل على إدراك لجنة سيسا الموقرة لحجم التحدي البالغ الذي يتنامى مع الوقت، ودفعنا لتنظيم هذا المؤتمر بصورة هجين لم نكن نتمناها. السيدات والسادة، إضافة للمخاطر المرتبطة بأزمتي الإرهاب وفيروس كورونا، فإنني أشير للدور المحوري للجنة سيسا في متابعة ورصد التوصيات بشأن مجابهة باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على دول قارتنا العظيمة، ومنها مسائل الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السبراني والجريمة المنظمة، وكذا تداعيات عدم الاستقرار السياسي في بعض دولنا وغيرها. السادة رؤساء وممثلي الأجهزة، في نهاية كلمتي أود أن أشير إلى أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة سيسا سيسهم بشكل مباشر في خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد ولخدمة هذا الهدف، فإن علينا مداومة الجهد لتطوير أدوات عملنا وصور تكاملنا بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية. ضيوف مصر الكرام، إنني على ثقة بأن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا لديها الإمكانات والخبرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية متعددة العناصر والمضي قدما في مسيرة التكامل الأمني. ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة سيسا وتستكمل تنسيقها وإسهاماتها لأشقائها الأفارقة بما يسهم في رفع القدرات للحد المناسب الذي يساعد على التغلب على التحديات الأمنية التي تحيط بدولنا. وختاما، أرجو الله تعالى أن تكلل أعمال اجتماعاتكم بكل التوفيق، وأن تكون نتائجها انطلاقة واستكمالا لتعاوننا المشترك لما فيه صالح قارتنا الإفريقية وشعوبنا ولجنتنا الموقرة سيسا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستضيف القاهرة المؤتمر 17 للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا، وتتسلم المخابرات العامة رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا من رئيس المخابرات النيجيرية لمدة عام. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لمسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمان. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس البرلمان الصربي إيفيتسا داتشيتش بحضور رئيس مجلس النواب. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء تطلع مصر لتعزيز آلية التعاون الثنائية على شتى الأصعدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن التقدير تجاه مسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمن، معربا سيادته عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة. من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. كما أشاد السيد داتشيتش بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر تحت قيادة السيد الرئيس، مؤكداً حرص صربيا على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين لا سيما على المستوى البرلماني. اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الصحة والطاقة والسياحة، فضلاً عن التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضية الفلسطينية، إلى جانب سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية في ضوء مواقف صربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية.
افتتح مستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، هذا بالإضافة إلى مناقشة بعض أحكام قانون التعليم لسنة 1981. في بداية الجلسة أحال رئيس مجلس النواب مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، كما حال 6 مشروعات قوانين مقدمة من 10 عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، وفي كلمته أمام الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، نوه مدبولي إلى أن دستور 2014 سطر موادا تلزم الدولة بمحاربة الفساد. وأضاف مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتي على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن. يطيب لي في مستهل حديثي أن أرحب بضيوفنا الكرام في قلب مدينة السلام شرم الشيخ لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو المنبر الأهم الذي يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد، فمرحبا بكم. على الحضور الكريم، يشكل الفساد أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، فهو ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض النمو والازدهار وتعيد تحقيق جودة الحياة وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلبا على حقوق الإنسان. لذا يجب التعامل مع منع ومكافحة الفساد باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، مع التأكيد على أن الفساد ليس فقط شأنا محليا ولكنه عابر للحدود، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمثمر. السيدات والسادة الحضور، لقد سطر دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، وأكدت نصوصه على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم وحدات الدولة المعنية بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، وتلك الالتزامات تنعكس بشكل مباشر على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان. لذا تبنينا برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وخفض معدلات الدين العام، وقد أدى كل ذلك بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها إلى خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بما يقلل من ممارسات الفساد. وخلال السنوات الماضية عملنا بجهد وجد لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن ثم يأتي برنامج تكافل وكرامة باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدة بشهادة المؤسسات الدولية في هذا المجال، والذي وصل عدد المستفيدين منه في عام 2021 إلى 3.8 مليون أسرة. وتأتي المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس البرامج التي تهدف إلى تحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري ينتشرون في الريف المصري. وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي. ويعد الاهتمام بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة هو في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم. كما أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 لتستمر في الفترة ما بين 2021 إلى 2026، والتي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية.
وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وذلك على هامش مؤتمر الدول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. خلال جولته استمع رئيس الوزراء لشرح حول مكونات الجناح، حيث أثنى عليه وأشاد بالمطبوعات التي توضح وتبرز جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال التصدي ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وموجها الشكر لكل مسؤولي الهيئة على ما يقومون به من جهد كبير في هذا الصدد. هذا وانتخب الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيسا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد حاليا في شرم الشيخ ويستمر حتى الجمعة المقبلة. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة. وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم. وصفت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي وصفت مؤتمر دول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بأنه محفل دولي هام ورسالة للعالم بأن مكافحة الفساد أولوية للجميع. قالت والي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن العالم في أمس الحاجة للنزاهة والشفافية للخروج من أزمة كوفيد-19 والتي اتخذت أبعادا اجتماعية واقتصادية، ومنوهة إلى أن إعلان شرم الشيخ الذي سيصدر عن المؤتمر سيكون تأكيدا على أن الفترة الحالية هي الوقت المناسب للعالم ليرتقي لمسؤولية مواجهة الفساد. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن تفاصيل الفعاليات التي تتضمنها النسخة الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 من يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ. يضم المنتدى ضمن أجندته لهذا العام عددا من الفعاليات نستعرضها خلال العرض التالي الذي تقدمه لنا الزميلة دانا مدحت. أهلا بكم. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستضيف مدينة شرم الشيخ النسخة الرابعة من الحدث السنوي العالمي منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 وحتى 13 من شهر يناير لعام 2022، وذلك باستضافة شباب من جميع أنحاء العالم من مختلف الثقافات والخلفيات. إدارة منتدى شباب العالم قد أعلنت عن تفاصيل الفعاليات التي تتضمنها تلك النسخة، حيث يضم هذا المنتدى ضمن أجندته لهذا العام عددا من الفعاليات، منها منطقة ريادة الأعمال والتي تتميز بأنها ساحة لرواد الأعمال وتسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين في المنتدى. وضمن فعاليات المنتدى ستكون منصة رواد الأعمال الشباب، والتي تأسست من خلال توصية في منتدى شباب العالم لعام 2018، وتهدف إلى جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال. وتقدم هذه المنصة فرصا لرواد الأعمال الشباب من أجل التعرف على المستثمرين من خلال عدد من ورش العمل والحوارات. وضمن أيضا فعاليات منتدى شباب العالم مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت شعار الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان، وملتزما بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الفعاليات. هذا ويشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة. وسيضم المنتدى ضمن فعالياته ساحة الابتكار والإبداع فريدم التي تفتح أبوابها أمام المشاركين من الشباب، حيث تجمع كل المهتمين بالتكنولوجيا
وتقدم عددا من التطبيقات والحلول للموضوعات التي تتم مناقشتها خلال هذا المنتدى، حيث تقام الأنشطة والفعاليات هذا العام بشكل افتراضي رقمي. وضمن الفعاليات كذلك منصة inspire.de التي بدأت لأول مرة خلال منتدى شباب العالم في عام 2019، وذلك باستقبال رواة القصص البارزين لاستيعاب قصصهم. وتقدم المنصة للمشاركين في نسختها الثانية عددا من قصص النجاح والتحدي لنماذج مختارة من الشباب الملهم والمؤثر في مختلف المجالات. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لتفاصيل الفعاليات التي تتضمنها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والمقرر انعقاده في يناير المقبل. أشكر لكم طيب المتابعة. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مصر تضع تجاربها التنموية الناجحة في مجالات تطوير ومواجهة تحديات المدن أمام الأشقاء الأفارقة. وخلال كلمته في الدورة 26 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، شدد شعراوي على حرص الرئيس السيسي على وضع إمكانيات مصر لخدمة شعوب وأبناء القارة الإفريقية في مختلف المجالات. هذا بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات الهامة خلال تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، منها توقيع اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 2020. هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الصحية ومشروعات البنية التحتية بالقارة. أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مسودة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر، وتأتي مسودة الاستراتيجية لتغطي 5 سنوات من عام 2022 حتى 2026 مع وجود مراجعات مرحلية للتأكد من التطبيق السليم. المزيد في سياق العرض التالي. التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا في أول لقاءتهما في العاصمة طرابلس. وخلال اللقاء أكد المنفي على حرص المجلس الرئاسي على توحيد الجهود للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار، كما أكد على الدعم الكامل للمجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة. أكدت الولايات المتحدة أنها تتابع بقلق بالغ تقارير بشأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان بإثيوبيا، ودعت إلى نبذ العنف ضد المدنيين. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى ضرورة تحقيق في هذه الاتهامات والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة، مؤكدة دعمها للدبلوماسية لوقف الأعمال العدائية في إثيوبيا. كما حثت على بدء حوار وطني شامل والبدء في مفاوضات دون شروط مسبقة، وكذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن قوات تيجراي في إثيوبيا سيطرت مجددا على بلدة لاليبالا. تقع هذه البلدة في إقليم أمهارا، وتضم أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن وقوع كارثة فيدرالية كبرى في ولاية كنتاكي بعد أن ضربت سرب من الأعاصير القاتلة الولاية في خطوة تمهد طريقة لمزيد من المساعدات الفيدرالية. وأكد حاكم كنتاكي أندي بشير أن هناك مخاوف من أن يكون عدد القتلى في الولاية أكثر من 100 شخص بجانب هدم المنازل ومباني الشركات. وكان بايدن وصف الأعاصير التي ضربت أجزاء من غرب وجنوب الولايات المتحدة بأنها أكبر موجات الأعاصير في تاريخ البلاد، متعهدا بإرسال مساعدات فيدرالية إلى الولايات التي تسببت العواصف فيها بأضرار. وفي غضون ذلك أعلن مسؤول أحد المصانع في ولاية كنتاكي مصرع 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين من عمال المصنع جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخرا الولايات المتحدة. وتحولت مدينة مايفيلد التي يقع فيها المصنع والبالغ عدد سكانها 10,000 نسمة إلى ساحة مليئة بالمباني المتضررة والمهدمة والحطام المتناثرة والأشجار المنهارة جراء هذه الأعاصير. وصل بركان لابالما الإسباني إطلاق الحمم المنصهرة لقرابة 3 أشهر، مما دفع خبراء الوصف بأنه البركان الأطول على الجزيرة منذ بدء تسجيل البراكين في عام 1500. هذا وقد أشار برنامج كوبرنيكوس لرصد الكوارث إلى أن تدفقات الحمم دمرت 2650 مبنى على الأقل، وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم في الجزيرة. إلى تطورات فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 863 حالة إيجابية جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، إضافة إلى وفاة 45 حالة. أكد بيان الوزارة خروج 499 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 306605 حالات حتى اليوم، فيما وصل إجمالي عدد المصابين إلى 369198 حالة، من ضمنهم 21060 حالة وفاة. كشفت تقارير أممية صدرت حديثا عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، كشفت أن أكثر من نصف مليار شخص وقعوا في براثن الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية للعلاج من كورونا. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة إنه مع اقتراب العام الثالث للجائحة يتوجب على الأنظمة الصحية حول العالم أن تكون منصفة ومرنة وقادرة على تلبية احتياجات الجميع. أشار غوتيريش إلى أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا في العام الماضي بمثابة فشل أخلاقي عالمي. أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون تم رصده في 63 دولة حتى الآن، وذكرت المنظمة أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا المسؤول حاليا عن معظم الإصابات في العالم، وتوقعت أن يتفوق أوميكرون على دلتا من حيث الانتشار في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي. قال بيان رئاسي بجنوب افريقيا ان الفحوصات اظهرت اصابه رئيس البلاد سيريل رامافوزا بفيروس كورونا. اشار البيان الى ان رامافوزا، والذي تلقى التطعيم بالكامل، يعاني من اعراض خفيفه لفيروس كورونا. وقالت الرئاسه ان مراسم التابين التي حضرها رامافوزا مؤخرا تمت وفق القواعد الصحيه من دون ان تعطي المزيد من التفاصيل بشان ما اذا كان رامافوزا مصابا بالمتحور اوميكرون. ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية ارتفع إلى أكثر من 8,896,000، فيما تقترب الوفيات من 225,000 جراء الجائحة على مستوى القارة. وأفادت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم إعطاء أكثر من 165 مليون لقاح في جميع أنحاء القارة، في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي أكثر من 8 ملايين حالة على مستوى القارة، موضحة أنه يوجد في جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها.
أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد على ضرورة التحرك مبكرا للسيطرة على انتشار متحور أوميكرون في المملكة المتحدة، بينما أعلن مسؤولون صحيون في بريطانيا عن رفع درجة التحذير من فيروس كورونا بسبب زيادة سريعة لعدد الإصابات بأوميكرون، حيث تم رفع الدرجة من الثالثة إلى الرابعة، مما يعني قوة تفشي الفيروس في المملكة. وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطني المملكة المتحدة على تلقي الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن. وقال جونسون في خطاب للأمة إن أكبر 4 مستشارين للصحة في بريطانيا رفعوا من مستوى تهديد الفيروس إلى ثاني أعلى مستوى بسبب تضاعف الإصابات بمتحور أوميكرون. كما شكك جونسون في أن جرعتين من اللقاح يكفيان لتوفير مستوى حماية جيد في ظل موجة عارمة متوقعة للمتحور الجديد على حد تعبيره. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من لندن دكتور هشام قدور استشاري جراحة الأنف والأذن. دكتور هشام في البداية أرحب بك معنا على شاشة إكسترا نيوز. العالم الآن يسابق الزمن لحصار متحور أوميكرون، وجونسون يشكك في أن جرعتين من لقاح كورونا لا يكفيان لمواجهة هذا المتحور، ما تعقيبك على هذه التصريحات؟ أولا صباح الخير وشكرا على الدخلة. طبعا للأسف الأوميكرون السلالة الجنوب أفريقيا بدأت تنتشر بشدة وعلى نطاق واسع في إنجلترا. هنا بدأت من يوم 27 نوفمبر بحالتين امبارح، وعدينا 3000 حالة، يعني احنا زدنا 1100 ضعف. الدراسات الأولية بتشير إلى أن اللي تلقوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا بعد 6 شهور تأثير هذا الجرعتين على الأوميكرون يكاد يكون صفر، واللي تلقوا جرعتين من الفايزر بعد 6 شهور تأثيرهم أو فعاليتهم على الأوميكرون حوالي 37%. لكن الجود نيوز اللي الناس الأخبار الكويسة بعد الجرعة الثالثة بتزيد فعالية اللقاحات ضد هذه اللقاحة السلالة الجديدة بنسبة تتراوح من 70% لـ75%، تمنع الإصابة بأعراض بسيطة لكن أعراض شديدة ودخول مستشفيات. المتوقع أن هذه النسبة ترتفع إلى 90%. يعني دكتور العالم الآن بحاجة إلى جرعة معززة لمواجهة هذا المتحور. ده الدلائل العلمية الأولية، لكن اللقاحات ليست بديل عن الإجراءات الاحترازية. أنا دايما بقول أن في اللقاح الدوائي اللي هي الحقنة، واللقاح الاجتماعي اللي هي لبس الماسكات، التباعد الاجتماعي، البعد عن التجمعات، التهوية، النظافة، الأكل كويس، النوم كويس، الرياضة، ده كلها أجزاء مكملة من أخذ اللقاح. طيب شركات الأدوية أو شركات تصنيع اللقاحات تتحدث الآن على أنه لابد من وجود لقاح يستطيع التعامل مع هذا المتحور، أو يتم تطوير اللقاح للتعامل مع متحور أوميكرون. إذا تم هذا، وفي هذا الصدد أيضا رئيس شركة مودرنا يستبعد فعالية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون ويقول أن اللقاح المحدث ربما قد يكون جاهز في 2022، وأيضا منظمة الصحة العالمية تقول أن هذه المتحورات مستمرة معنا. إذا كلما تم اكتشاف متحور جديد أو سلالة جديدة سيتم تطوير اللقاحات الموجودة؟ ده سؤال صعب جدا الإجابة عليه، لأن من معروف أن فيروس الكورونا من الفيروسات الـ RNA اللي هي سلالة واحدة، يعني سلسلة واحدة من الجينات، تطور فيه يوميا بيحدث. صحيح. طالما أن الفيروس موجود و ده فرصة التحور بتزيد، وشفنا ان بدأنا باللقاح الأصلي في يوهان في الصين في بداية عام 2020 أو آخر 2019، بعد كده في سبتمبر طلعت سلالة كنت سبتمبر سنة 20 اللي هي الألفا سموها، وبعد كده طلعت البيتا في جنوب أفريقيا والجاما في البرازيل، وأخيرا كانت الدلتا في الهند في اكتوبر الماضي. صحيح. والنهارده ودلتا ربما هو الاكثر انتشارا حتى الان. الدلتا هو الاكثر انتشارا، لكن المؤكد ان الاوميكرون بتنتشر
تقريبا ضعف مرتين من سرعة انتشار الدلتا، وتوقع ان في خلال شهر هيبقى نص الإصابات هنا من الأوميكرون والنص الثاني من الدلتا، وفي خلال شهرين الأوميكرون. طيب دكتور، استفسار أخير أو سؤال أخير، في ظل هذا القلق وهذه الدعوات وهذه الإجراءات المشددة من كل دول العالم، منظمة الصحة العالمية تدعو للتريث ولا داعي لكل هذا القلق، بما تفسر هذه الدعوة أو هذا التصريح؟ هو طبعا حضرتك في سياسة بتلعب دور كبير هنا، لأن في سوء عدالة في توزيع اللقاحات، بمعنى أن في دول بتاخد 3 جرعات، وهنا امبارح رئيس الوزراء أعلن أن خلال قبل نهاية العام كل البالغين هنا في إنجلترا هيكونوا أخذوا 3 جرعات، في المقابل بالدول في أفريقيا نسبة التلقيح من الجرعة الأولى لا تتعدى 3-5%، فبالتالي في هنا سوء في توزيع اللقاحات، وهو ده سبب انتشار اللقاحات وظهور سلالات جديدة، والموضوع دوت لازم طبعا الساسة وزعماء الدول ورؤسائها يبصوا، لأن ليس كلنا في نفس المركب. صحيح، ودي حاجة يعني أعتقد الكل بيجمع عليها، لازم يكون في توزيع عادل للقاحات. بالتأكيد، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف من لندن دكتور هشام قدور، استشاري جراحة الأنف والأذن، شكرا جزيلا لك. وفي أخبارنا الاقتصادية، وقعت وزارة البترول مع جهاز تنمية المشروعات عقدين لتمويل مشروعات البرنامج الرئاسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 200 مليون جنيه. أكد وزير البترول طارق الملا أن هذه المرحلة الجديدة من المشروع ستسهم بفعالية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود آمن ونظيف ومتوفر واقتصادي، من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية. تفقدت وزيرة التجارة نيفين جامع مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة، كما عقدت اجتماعا موسعا لوضع الترتيبات النهائية لانتقال الوزارة رسميا. وقالت الوزيرة إن الانتقال للعاصمة ليس انتقالا مكانيا فحسب، بل يمثل نقلة إدارية وخدمية وتقنية غير مسبوقة تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال. انتهت وزارة الري من تأهيل الترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلومتر، والعمل في أطوال بنحو 4363 كيلومتر أخرى. وخلال متابعة وزير الري محمد عبد العاطي الموقف التنفيذي للمشروع، أكد أنه يتم توفير الاعتمادات المالية لتأهيل الترع بأطوال 2528 كيلومتر تمهيدا لترحيها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع إلى 10442 كيلومتر. ارتفعت تكلفة نقل البضائع جوا حول العالم إلى مستويات قياسية وسط محاولة الشركات لتلبية الطلب المتزايد في الفترة التي تسبق أعياد الميلاد، وتضاعفت الأسعار عبر مسارات الشحن الجوي الرئيسية التي تربط مراكز التصنيع في الصين بالمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من 8 دولارات في نهاية أغسطس إلى 14 دولارا للكيلوغرام في الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي جديد متجاوزا السابق البالغ 12 دولارا والمسجل عندما ضرب الوباء سلاسل التوريد للمرة الأولى في أوائل 2020. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم بدعم زيادة التوقعات بأن تداعيات أوميكرون على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود سوف تكون محدودة. ارتفعت العقود لاجل خام برينت بنحو 1.3% عند مستوى 76 دولار و13 سنتا للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي ب 1.5% مسجلة مستوى 72 دولار و72 سنت للبرميل.
استقرت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار هامشيا ووسط ترقب اجتماع السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري، واستقرت العقود الأجلة للذهب عند مستوى 1785 دولارا للأوقية، كما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلا مستوى 1783 دولارا للأوقية. تباين أداء الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع ترقب عدد من اجتماعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم هذا الأسبوع. ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.3%، كما صعد كاك الفرنسي بأكثر من 1.1%، وصعد داكس الألماني بنحو 0.7%، فيما زاد فوتسي البريطاني بقيمة 0.2%. أما رياضيا، فيستأنف المنتخب الوطني اليوم الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة تونس الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العرب. وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كارلوس فيراش قرر منح جميع لاعبين راحة أمس من التدريبات. في خطوة جديدة نحو لقب كأس العرب، يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة تونس الأربعاء في نصف بطولة كأس العرب المقامة بالدوحة. مشوار رائع للمنتخب الوطني في كأس العرب منذ انطلاقها، بعد أن نجح في تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبفارق اللاعب النظيف عن منتخب الجزائر الذي امتلك نفس عدد النقاط. تأهل الفراعنة إلى نصف النهائي بالتغلب على الأردن 3 أهداف مقابل هدف واحد في ربع النهائي في لقاء أقيم على ملعب الجنوب. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش منح جميع اللاعبين راحة لمدة يوم من التدريبات عقب مباراة الأردن، نظرا لحالة الإجهاد التي سيطرت على أغلب اللاعبين. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أعلن اقتراب أحمد حجازي من العودة إلى التدريبات الجماعية ومواصلة أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح. مباراة مهمة لمنتخبنا الوطني أمام نسور قرطاج في 5 مساء الأربعاء، ينتظرها الملايين في الوطن العربي لتحديد هوية المتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من منتخبي قطر والجزائر في نصف النهائي الثاني، والذي يقام الأربعاء أيضا في 9 مساء. أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء فوز محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام موسم 2021. كان النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي قد دخل قائمة المرشحين للحصول على جائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجاري.
كشف تقرير صحفي بريطاني عن تفشي فيروس كورونا في صفوف مانشستر يونايتد قبل مواجهة برينتفورد ضمن الجولة 17 للدوري الإنجليزي غدا الثلاثاء. وبحسب صحيفة صان البريطانية فإن فيروس كورونا انتشر بين الجهاز الفني ولاعبي مانشستر يونايتد، وتم إخطار رابطة البريمير ليج بهذا الأمر. وقرر المدرب الألماني المدير الفني لمانشستر يونايتد خوض اللاعبين تدريبات فردية دون احتكاك لحين التأكد من الوضع. استعاد فريق كريستال بالاس ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، وذلك بالفوز الكبير على ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد أصحاب الأرض عند 19 نقطة في المركز 12، بينما توقف رصيد الضيوف عند 18 نقطة في المركز 14. تعادل فريق ويست هام يونايتد مع بيرنلي بدون أهداف ضمن منافسات الأسبوع 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد ويست هام يونايتد إلى 28 نقطة في المركز الرابع، وارتفع أيضا رصيد بيرنلي إلى 11 نقطة في المركز 18. حقق ريال مدريد انتصارا مهما على ضيف فريق أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 17 من الليغا. سجل أهداف الريال كل من كريم بنزيما في الدقيقة 16 وماركو أسينسيو في الدقيقة 57، ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة في الصدارة ترتيب الليغا، بينما يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 29 نقطة. وصل برشلونة نتائجه المخيبة بالتعادل مع مضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة 17 من الليغا. بهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، متفوقا بنقطتين على أوساسونا. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يثمن دور لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية في مواجهة التحديات وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية. مصر تتسلم رئاسة الدورة التاسعة من مؤتمر الأطراف الموقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الصحة البريطانية ترفع درجة التحذير بسبب زيادة سريعة لعدد الإصابات بأوميكرون. ختاما ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام أو يوتيوب. هذه تحيات دعاء جد الحق وتحياتي أي لطفي لحضراتكم، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.